معنا من نيويورك يافسن نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية والذي تابع أيضا جلسة مجلس الأمن. يافسن، إذن أخيرا مجلس الأمن يعتمد هذا القرار بإجماع للدول في مجلس الأمن 10 وامتناع 14 وامتناع أيضا من واشنطن. تحياتي لك داليا وللسادة المشاهدين. بالفعل 14 دولة قد وافقت على هذا المشروع، مشروع القرار، والذي أصبح ملزما. امتنعت فقط الولايات المتحدة ولم تستخدم هذه المرة حق الفيتو كما استخدمته 4 مرات سابقة. كان هناك مشاورات كثيرة في الأمس لاستخدام كلمة دائم و تحويلها إلى كلمة مستدام، هذه الكلمة التي أرادتها الولايات المتحدة الأمريكية كي لا تستخدم حق الفيتو. على أي حال، أخيرا تم هذا الإلزام. هذا المشروع دليا يعتبر مشروع هام للغاية، حيث أنه ينطبق في البند السابع الذي يؤكد على ضرورة حصول هذا الأمر وهذا القرار.